ومعسكر كتير. الذخيرة اتعودت اجيب المؤن معسكرين، كنت بصطاد الجوايز اغلب الوقت. كيف شوف بعد النوع دي ارباح الجيش، حسابات المعسكر، فلوس لمساعدة رجالتي، استخدمها في اي مخزن للجيش. تمام، هتنضم لنا؟ خليك قريب، هنخرج في مهمة قريب. رايحين على فين؟ قلت لي ان عندك مهارات في المراقبة. شوية. الحياة دي صعبة عليك. هنا. اوه يا خبر يا خبر، الوغد ده اخد الخاتم بتاعي، اخده من سارة علشان هي ما كانتش هتديهوله. ده معناه انها لازم تكون هنا. اتحرك يلا. انت تقدر تجري اسرع من كده؟ كتت الميتة تقدر تجري اسرع من كده؟ شكله مش مسلح. كتت الميتة المتكسحة اللي كانت على كرسي متحرك تقدر تجري اسرع من كده؟ بتحرك. باين عليك انك جندي خالص. اسمي ويد تايلر، ممكن تناديني ويد. ديكن سانت جون. اسمع. مستحيل، ديكن سانت جون؟ ايه الاسم المجعلص ده يا عم؟ لا، ايه الاسم العجيب ده يا جدع؟ تمام اسمع، شايفين الراجل ده؟ ده باين له اتجنن ده ولا ايه؟ تمام. فوه. بقى هتتطوع ولا ايه؟ هتبقى مجند وهتقوم بدور الجنود والشغل ده؟ اسمع. انت شكلك كده جاي طازه من الانقاض مش كده؟ ايوه يا عم امبارح. تمام بقى. انا كنت مستني اقابل العقيد او ايا كان رتبته. كنت مسافر مع ناس واتفرقنا. شفت حد نفس الشبه ده حوالين المنطقه؟ لا يا راجل، لكن هي جميله، كان ممكن اخرج معاها. انا لازم امشي، هيعملوا فحص اصلهم علشان يكتشفوا الحشرات. حظ سعيد يا ديكن سانت جون. ايه الاسم ده؟ خبر الجنون ده عمره ما هيقدر يفتكر سارة لو ضربته على وشه. يلا يا سارة يلا. انت رحتي فين؟ انت هنا في مكان ما. يلا، يمكن في الخيام دي، يمكن هنا. لا مش هنا. قلب تستاهل، تستاهل. دور في دي العيادة، نظرا لمعلوماتها فالمكان ده هو اللي هتكون فيه، صح؟ حاسس مستحيل، هي برضو مش هنا. في الأخير مكان الأخير. هي أكيد هنا. يلا سارة، أنت هنا؟ لا مش هنا، مستحيل هي مش هنا. مش هنا بس. ايوه الموضوع مش هيكون سهل ابدا. اكيد رسومات حلوه. يا سانت جون، يلا روزل قال ان معاك لاسلكي. يلا. انا هنا، قابلني على البوابه. في الطريق على البوابه. اوكي بنجهز للخروج، هتيجي معنا؟ جاهز ومستنيك. واضح انك اشتغلت عليها كتير. شوية. يلا افتح البوابة. سكيب. يعني ليك فايدة؟ بتعرف تسوق؟ لا. طيب اقدر اسوق. عاوز تنضم للمسلحين؟ لازم تثبت ده. هنشوف تقدر تصمد قد ايه يا سانت جون. هنشوف. وايه اللي حصل وقتها؟ شكلها حريقه في الغابه، بس الجذوع كلها متفحمه، وده معناه ان الخشب اتقطع قبل ما يتحرق. عندك بعد نظر، بنسميها البوعة الميتة. بنبني بالجذوع حواجز، بعد كده نحرقها، ومن الموقع بنقدر نشوف الحشود
المباني عشان المراوغين والمسوخ ما يلاقوش مكان يناموا فيه. عارف المسوخ مش كده؟ زي ما قلت كنت في الأنقاض لمدة طويلة، فهي دي خطتك ها؟ المسلحين قصدي تدمير كل حاجة بالحرق؟ احنا بنخوض حرب يا سين جون، وهنعمل اللي علينا عشان نكسب. حرب؟ مش هي دي الحقيقة؟ حرب؟ كنت في الأنقاض شفت الحشود، الحاجة الوحيدة اللي وقفتهم هو الجيش، جيشنا. الموضوع هيحتاج أكتر من جيش. عندنا خطة، العقيد سمح لك تنضم، بكده تعرف كل التفاصيل. سيلفر ليك، سألت عن النجيم، بتدور على حد معين؟ لا، لا مش بالظبط، قصدي اسمع، كنت عارف شباب بسوق معاهم موتوسيكلات، وافتكرت إن هم انتهوا هنا. افتكرتك بتدور على حد، عشان تاخد الجايزة يعني. لا، طردت رجالة لمسافات طويلة قبل كده، لكن مش بالطول ده، مفيش أي جوائز لده. يا خبر أبيض. يعتبر فيها احنا كل هذا ونروح اهلا بالعريف. النقيب موجود هنا. نفذنا يا فندم. اتأكد ان في علامة. علم يا فندم. تمام، ارجعوا لبحيرة دايموند وخد كان اسمه تايلور صح؟ علم يا فندم. خدوه للعقيد، هاجي الساعة 1800. آسف؟ بالتوقيت العسكري يا عريف، المفروض إنك دلوقتي عارف. علم يا فندم. خلصنا من المهمة دي. علم يا فندم. لقيت حاجة؟ فات وقت قد إيه؟ من إمتى وفاسكويز معاكم؟ من أسبوعين أو أكتر؟ كان مشغول. بتقول ايه؟ عندكم مشكلة مع قطاع الطرق للإمداد أو مع النشالين؟ أيوة. ماشي، طب احنا هناخدها على رجلينا من هنا. ماشي، ليه؟ لأن فاسكوز هنا لسبب صعب أراقبه بالموتوسيكل. تمام. نبدأ منين؟ التلج بينزل عشان كده مفيش أي أثر جزم. يلا، عايز أدور جوه الكابينة. تمام، أنا ماشي وراك. أنت قلت إنه سرق حصص طعام وذخيرة؟ نعم. دي وجبة جاهزة للأكل، نصها متاكل، واضح ان رجالتك ركبوا من غير ما هو يتوقع. الموتوسيكل بتاعه لسه في المدخل، ده معناه انه خرج من الباب الخلفي. يمكن ندفع في حاجه. استنى، عندك هنا. ولقيت ايه؟ السور اتقطع. كان لسه مقطوع حالا. يلا من هنا. انت استنى لحظة بس، بص هناك اثار. ايوه، حظنا حلو. استنى، لقيت حاجة؟ يلا، رصاصة لسه مستخدمها. هو وقف يضرب نار على حاجة معينة. يلا تحت هنا. وقف وقف. صاب ولا ايه؟ شكله مش كده. يلا، عايز ابص على جيفة الغزالة. يلا ابعد عن هنا. وده نفع معاك قبل كده؟ خد بالك.
شايفهم. أخيراً أنا مش مصدق. تمام، عايز أبص على الشيء ده. واضح ان الوجبه اللي جاهزه للاكل ما كفتش الراجل بتاعك. طلقه صائبه في الراس بالظبط. الديانه سمعوا الرصاص وبقوا عايزين ده اكتر من فاسكيز. ايوه، باقي القطيع جم علينا من الطريق ده من الشرق. تفتكر راح ورا فاسكيز وسابوا واحد يحرس الجسم؟ ده اعتقادي. تمام، هنشوف لو انت صح. انتوا عندكم ذئاب كتير هنا؟ اقصد ذئاب مش مصابه؟ بتجيلنا بلاغات كل يوم تقريبا. لما كنت صغير زمان ما كانش في ذئاب في أوريغون، كان في قيود قليلة بس ما كانش في ذئاب. هم انقرضوا بسبب أصحاب العزب والمزارعين، شركات الأخشاب. تمام، هم شكلهم راجعين بقوة. استنى استنى استنى. وإيه دي بقى؟ دي شنطة الظهر. دي واحدة مننا. شكلهم كده قربوا يقضوا عليه. ساب الشنطة عشان يعرف يهرب. لا، عشان يكسب وقت. شايف العلامات؟ وقع وحاول يهرب بعيد، بس هاجموا الديب بعدها. بس فاسكوز سابهم ومشي. طليتين. تقدر تستنتج ده كله من علاماتهم على التلج؟ اه. اصبر، وطي، مسخ. موقع مقابر نيرو. اوه شيت، النفس كويس جه لحد هنا. يلا نبص. بص زي ما توقعت بالظبط. سانت جون من هنا. اه، وراك على طول. اه، لازم اعترف ان بجد خلاص زهقت من الهروب ومن كل الاوجات دول. انت قابلت مسخه قبل كده؟ اه، عملتها قبل كده. لازم تكمل في الحركه. بص، لو ناوي تنضم لنا فعلا لازم تركز في المهمه. ما بنحاربش مسوخ هنا. التواجد في الانهاض وقتل المسوخ امرين متلازمين، مش كده؟ تمام، خليك محافظ على مسافه بيننا وبين المقابر. الجو برد، ممكن يخرج كتير منهم. بيتهيالي ممكن نشم ريحه الجثث من على بعد النيل. استراتيجيه الحرق والتقطيع بتاعتنا بتقول نعرف مواقع المقابر، نستخرج اللي فيها ونحرقها. اه تمام، اتمنى لك حظ سعيد. شفت كتير منها بس في جزء من المقاطعه دي. تمام، لازم نبتدي من هنا. تمام، على فين؟ هنفضل ناحيه الشرق. لسه في طريق طويل قدامنا. استنى لحظه. ايه رايك؟ هو في حد بيراقبه؟ مش عارف. تمام، هو ممكن يكون ميت او عنده صحاب كتير مش شايف اثر العجلات وهي مغطيه على رجله. في علامات كتير. تمام، تعال نشوف رايحين فين. قلت ان البرد بيخرج المسوخ. اه، برد، تلج، مطر، حتى غيوم. زي ما قلت لك قبل كده، انت عارف المسوخ. لما نرجع القياده ناس كتير هتعوز تتكلم معاك. اشخاص؟ القائد هيقول لك كل حاجه لو سمحت لك تنضم. اعتقد انك فعلا قلت كده.
هو ماشي كل حاجة بالساعة، ما تخليش أحلامك تغلبك. هي ما تقلقش عليا، أنا بجد مش فارق معايا. انها على خريطه فاسكوس برضو. تعال اخد دم لو لقينا فاسكيز هناك. تمام، هو مش لوحده، ده باين من الاثار. عقوبه المسلحين في حاله التغيب من غير انذار حكم بالاعدام بالشهر. ليه؟ اظن ان فاسكوس مش هيجي معانا من غير خناقه. مش هيجي من غير خناقة وماله. شايف الراجل بتاعك؟ تمام، هو ده. تمام، واضح انكم لازم تعملوا بعض التحريات على المجندين بتوعكم. ده قاعد كانه في بيت. هنستنى هنا وهطلب الدعم. ابعد ايدك دي عني. دي طلعت عنيفه يا رجاله، ايه رايكم؟ هنشوف الموضوع ده. لا مستحيل، انا بس عندي مشكله مع اللي بيأذي الستات عشان معهاش سلاح. انا بديك امر. امر؟ شايفني حاطط شاره حمراء ولا ايه؟ انت مالكش انك تامرني، واللي عايز تعمله اعمله. حلو، عجبني. Thank you.
يلا نروح نشوف هذا اللي ما اعتقدش شلون ندخل هسه أنا بس هنا علشان أساعدك أنا مش محتاجة مساعدتك تمام أنا بس هتحرك حالاً خلصنا خالص النقيب كوري رد عليا انا كوري احنا هنا رايحين على البوابة الرئيسية خليك مكانك هناك احنا جايين طب والاعداء ايوه تم ابطال مفعولهم خليكوا مكانكم حول موتوسيكلات يا فندم احسن ما نروح على رجلينا خلصنا على الريف ايه الاخبار انا نجحت نجحت كنت بتراقبني طول اليوم افتكرت ان
ده زي اختبار؟ لا، ما كانش اختبار خالص. زي ما انت شايف المرشحين للتجنيد مش زي الاول. تمام. ايوه نجحت. ما يلا تقابل العقيد. طبعا قولي لا. هنا كان كأن كل واحد لابس زي مستهدف. انا كنت في الجيش في الجبل العاشر، كنت في جولة كاملة في افغانستان. وانت كنت فين؟ اي شخص كان في الجيش عنده مستوى من التحمل محدش من جنودك يمتلكه، بس انت عندك. زي ما قلت عندك بعد نظر، كنت في القوات الجوية من 10 سنين في التخطيط الجوي. مفيش مستودعات صواريخ في اوريجون. كنت في اجازة، تصدق او ما تصدقش قبل ما القمر الصناعي يفصل كان بيجيلي تقرير كل ساعة من الريف. تفتكر الوضع سيء هناك؟ كل ما هو شرق الميسيسيبي تم اجتياحه في يومين. استنى اوريك حاجة. المنطقة دي مألوفة ليك؟ اتولدت في بلد شمال المنطقة دي. فيرويل عارفها؟ لا، ده مكان مناسب تسكن فيه لما العالم يخلص. تمام، اعرف كده. يمكن تكون جيت هنا قبل كده. صح، انا كنت هنا من مدة كبيرة. انا حقيقي اسفه. مش مصدق كان لازم تشوفي النظره اللي على وشك. كان مضحك قوي. انا لو كان معايا موبايل كنت صورتك. دي المره الوحيده اللي اتبسطت انك ما عندكش. ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. ايه ما قلتش حاجه، انت اللي قلت. لسه دلوقتي. ثانية، احنا مش عايشين في نادي ليلي، يعني عندنا عضوية ابدية هناك، ده حقيقي، بس مش عايشين هناك. وكمان انا قلت لهم. ايوه الحقيقة انا قلت لهم. استنى، انت قلت لهم؟ تمام. ايوه لا ما تتفاجئيش، شهادات الدكتوراه بتاعتك بيشوفوها جزاء.
كذابه جدا. ايوه طبعا اكيد. طيب انت عارف ان معاد مين صح؟ اه عارف. بس بقى كفايه، قصدي انا لازم اصحى بدري بكره. بجد؟ اه ايه الاخبار؟ قصدي ما تتكلميش في الموضوع خالص. مفيش حاجه، بس هو مشروع، قصدي شويه مديرين تنفيذيين جايين من نيويورك عشان يشوفوا شغلنا، والمسؤولين هنا في الشركه بيجهزوا معمل من غير ما يقولوا لي المواصفات بتاعته. افتكرتك انك مش عايزه تتكلمي في الموضوع. اسفه ده، بس عارف ولا يهمك. على كل حال شكرا عشان بعدتني عن كل ده. اكيد مش مشكله. علشان تفرجني على زراعة أعشاب غير قانونية؟ آه أيوة يعني فهمتيني. كنت بتمنى تدينا نصايح عن الزراعة، تعملي حاجة مفيدة بشهادات الدكتوراه بتاعتك. معقول يا ديكن؟ تمام فهمت، ده مش اللي انت كنت عاوز توريهولي صح؟ لا طبعا لا. يلا يلا كملي الطريق قربنا نوصل. شايف ضوء القمر ده؟ شكله جميل قوي. كملي. قربنا نوصل. عمرك فكرت الدنيا هيكون شكلها ايه لو الانوار انطفت في كل حته وفي نفس الوقت علشان كلنا نشوف الدنيا زي ما احنا شايفينها كده؟ قصدك ايه، ضلمه وظلال واكتئاب؟ انا قصدي القمر والورود والفراشات. والله شكلها حلو. هزر تاني. طيب خلاص، انت عمرك ما هتتكلم جد ابدا. انا باخد كل حاجه بجديه. صح جدا. بجد؟ لا ما تقولش. زي لما اقترحت اني انقل شويه حاجات بتاعتي لبيتك فعملت اني بهزر معاك. لا مش صح، عملت نفسي مش سامعك، في فرق كبير. كان لازم تشوف النظره اللي على وشك، وعلى فكره انا عندي موبايل وصورت بيه، تحب تشوف الصوره؟ ها مش مصدق انت عالمه. ينفع نتكلم بالعقل في الموضوع ده؟ طيب اولا انا كل اللي قلته هو اننا لازم ندرس اننا نعيش في بيت واحد علشان نقضي وقت اطول مع بعض، وطبعا بعد كده ناخد الخطوه الجايه. ايه الغريب في ده؟ انا فرشه سناني موجوده في بيتك. انا اسفه، عارف معاك حق، دي مسؤوليه كبيره جدا. قصدي انت عارفه فرشه السنان الكويسه بكام دلوقتي؟ تمام شفت اهو تاني، كل ما احاول اتكلم عن المستقبل تقلب الموضوع هزار. تمام مش مشكله، لازم نتكلم في ده وهنتكلم، لكن استني ثواني عشان عايز اوريك حاجه. تمام شفتي ده السبب اني جبتك المكان ده. واو جميل جدا. الامر يستاهل. طبعا. في حاجه كنت عايز اطلبها منك. ممكن ده بجد؟ ممكن. عيب عيب. كل هذا المسافة باث.
لا معيش صورة. يلا بينا. جون صح؟ ابن الراجل الطيب؟ تيلر ايه القرف اللي انت عمال تقوله ده يا محترم؟ انا بهزر معاك بس. ها ايه اخبارك؟ ايه؟ الست اللي كنت بتدور عليها كانت راكبة مع لا عايز كل المجوهرات، الساعات، اي مقتنيات حطوها في الشنطة. اكيد طبعا مهما قلت. الزفت اللي قلته. الممتلكات الخاصة ممنوعة للمجندين، في كل الحالات هي هتتسرق. يلا حطوها. اصلها جواهر تتسرق، كفاية عرف بقى. انتباه. هلا استريح. الزوار غير مرحب بهم هنا، لكن انتوا تمت دعوتكم لان ضباطي هم اللي جندوكم. لما تيجي ترد عليا لازم الأول تقولي اسمك وتبتدي باسم العيلة. عديت زي الباقيين. اسمك؟ أدكنز كريستال يا فندم. قتلت كم واحد؟ قبل ولا بعد؟ رد على السؤال. جاتك القرف؟ كلنا عملنا حاجات ما بنفتخرش بيها عشان ننجو ونفضل عايشين. منها حاجات ممكن نتفهمها واحتمال نتسامح فيها، بس هنا الست دي مثلا على وشها آثار الجريمة ووشوم السجون، دليل على اللي عملته قبل كده واللي أكيد لسه بتعمله. والناس اللي زيها هم السبب ان غضب المجتمع والكون نفسه ينزل علينا احنا كلنا. ايوه صح. خدوها لمعسكر الاشغال. كتكوا القرف، كتكوا القرف كلكم، مجموعه اغبياء مقرفين مقرفين. ابعدوا عني. انا هوريكم. ابعدوا عني. طب وهو أشوف. عنده شوم زي تيلر ويد و لا يا فندم، انا ما دخلتش السجن، عمري ما قتلت حد ولا حاجه زي دي.
انت بقالك كتير في القرف ده. ايوه انا اقصد ده، انا بضرب نار، والدي خدني اصطاد معاه وانا طفل في معسكر قرب كليمث فولز. وهو وانت يا ابني تعرف تشيل سلاح؟ سنت جون ديكن. ايوه اعرف اشيل سلاح. انت رحال، مد دراعك اليمين. الجبل العاشر، العراق، افغانستان. خدمه متميزه، واوعى تنسب عليا. هعرف. خدمت جوله واحده، خدمت بشرف، كرهت كل لحظه فيها. مهما حصل ما تكذبش محترم. رجع ايدك اليمين. هل تقسم رسميا على دعم وتأييد الدستور الجديد لهذه الولايات المتحدة ضد كل الأعداء الطبيعيين وغيرهم، وأن تعمل وتشهد به على السواء، وأن تطيع كل الأوامر دون سؤال؟ هل يمكن أن تقسم؟ بأكد. حلو. انصراف. تعال معايا يا ابني. ايوه يا مجند. النقيب كوري ما بقاش يجيب لي مجندين الايام دي، اكيد واثق في مهاراتنا القتاليه. قضيت وقت كمان. عندك حرق كبير هنا، ازاي حصل؟ حادثة حريق بسبب خشب مولع. كفاية. ها؟ ومين اللي عالج ده؟ انا. مش سيء، مش سيء خالص. شكرا. خلي بالك من دراعك وإلا هتفقده، سمعتني؟ تمام سمعتك. ابقى عد عليا بعد كام يوم. تمام فهمت. تمام يا دكتور. حالته تسمح له بالخدمة، حالته كويسة. انتوا رايحين للانقاض؟ اعذرني، عنده شغل كتير لازم يخلصه. ها اقول لك انا، سحرت جزيره ويزر. حظ سعيد، بالتوفيق يا صاحبي. يلا بينا. عاده مش بنسمح بالتجاوزات، بتقول على ضابط ساحره، بس انا احيى. كيف هذا كل احد اشتغل في هذا بداية اللعبة؟ شو انسى؟ تمام يا ابني، يلا بينا نجهز. بالطول عليه. احنا دلوقتي ما عندناش لبس كتير، اسف اني بقول كده، بس افتكر ان ده جرب ده. كويس، هاخد ده. لو ما عندكش مانع، دي هدية من صديق قديم. صديق قديم؟ مفيش أصدقاء لسه عايشين صح؟ لا مفيش. تمام يا جندي، مش عايز أشوفك لابسه تاني، بقيت واحد مننا. عادة بيبدأ المجندين الجدد رتبة جندي، لكن النقيب كوري شكر كتير في خبرتك في قلب الميدان، هتبدأ معانا برتبة عريف. مبروك ليك يا ابني. شكرا يا فندم. ودلوقتي جه وقت الشغل. طيب انا كنت بقول ايه؟ كنت بتكلمني عن الملاذ يا فندم. ايه ده؟ قرف. انت تمام يا ملازم؟ يا عقيد، اسف جدا، في اسيتون كتير في المجموعه دي.
الملازم ويفر هو المهندس الكيميائي شغل على اختراع لتفجير الأعداء لهزيمة العدو. آسف لكن صح. اسمي ويفر جيمس سنت جون ديكن. مظهره القوي ده للاستعراض صح يا عقيد؟ العريف سنت جون جديد في وحدة كوري، لو احتجت اي حاجة من الانقاض هيساعدك. او طبعا في حاجات محتاج لها. شغال على ايه؟ بشتغل على عامل جديد بيجمع بين النفتالين وحمض النخليج. ايه ده انت شغال على النابالم؟ صح صح ده عارف كل حاجة. ده مجرد تخمين. اسف للمقاطعة. اي وقت. عقيد انا قربت جدا احققه جدا. تمام جدا. هتروح فين بعد كده؟ لساحل جزيرة ويزرد؟ كل الحاجة يا ملازم. صح. مرة تانية خليني اعتذر عن ضباطي المجانين. والله ده مرة يوم كله قضيتها سكيب. طيب ايه ده بالظبط؟ يا فندم انا جبت كل اللازم في طلب التمرين. انت شايف ان ده مناعم قماش؟ لا يا فندم. طيب ليه ما قريتش ده؟ العناصر الفعالة كلوروفورم وكمان اطلع برا. اطلع برا مات. مش هقدر اعمل ده لو انا اللي هجيب الامدادات بنفسي. تمام انا هتولى الامر. يا ملازم ويتكر اقدم لك العريف سنت جون جديد في وحدة كوري وعنده الخبرة بالعمل في الانقاض. اقرا دي. ايه؟ اقرا دي. انت بتعرف تقرا ولا لا؟ سمعت عن كده. ايوه شغالين على سلاح بيولوجي، اسلحه كيماويه حاجه كده. هتخلص على المسوخ مش كده؟ اسمع تايلر لازم امشي. تمام استنى. بص يا صاحبي، كل الموضوع ان انا عندي راي تاني في هرتله العسكريه دي، وانت تفاهم. تايلر انت بتستخدم انهي جهاز؟ انت متاكد انك مش متراقب؟ مش معقول. ده اللي افتكرته. لازم امشي سنت جون. حاول خلصت منك يا سافر، مبقاش عندك فخاخ تاني النهارده. عريف ديكن سنت جون. سامعني كويس يا صاحبي؟ تايلر عايز ايه؟ لقيتك. تمام. طيب اخيرا اكتشفت ازاي استعمل بتاع السخيف ده. معايا قناة مؤمنة وكل حاجة. ها ايه الاخبار؟ تايلر انا مشغول شويه دلوقتي ف ايوه اسف جدا صحيح. اسف. استنى. طيب الخبر انتشر في المعسكر ان الممنوعات هتدخل قدام عين العقيد بالظبط، ونوع كويس كمان. تعرف اي حاجه عن الموضوع؟ انا مش باخد ممنوعات يا تايلر، فلا انا ما اعرفش اي حاجه عن ده. ليه؟ لا 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 ما اعرفش انا برضه، بس شفت الراجل ده وانت عارف هو من العساكر الجديده، تصرفاته غريبه بيلف جوه. كابتن كوري انا في اخر مكان اتشاف فيه الرقيب انخرسن. لو لسه معاه خد شعار المسلحين بتاعه، مش عايزه يتوسخ بريحة الخيانة. زي ما تحب سنت جون. حول في حاجة هنا.
السلامة. تمام، كنت بتقول ايه؟ عريف ديكن سان جون. سمعني كويس يا صاحبي؟ اي تايلر، عايز ايه؟ لقيتك. تمام. طيب اخيرا اكتشفت ازاي استعمل بتاع السخيف ده، معايا قناة مؤمنة وكل حاجة. ها ايه الاخبار تايلر؟ انا مشغول شوية دلوقتي. ايوه اسف جدا، اسف. طيب الخبر انتشر في المعسكر ان الممنوعات تدخل، اللامعين العقيد بالظبط ونوع كويس. انا مش باخد ممنوعات يا تايلر. لا انا ما اعرفش اي حاجه. انت عايز اطلب منكم حاجه يا جماعه؟ لا 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 يا جماعه، لا ما اعرفش انا برضو، بس شفت الراجل ده وانت عارف من العساكر الجديده تصرفاته غريبه، بيلف جوه وبره المعسكر طول الوقت، عشان كده فكرت اني امشي وراه واشوف مكانه ايه. اعرف يا تايلر، اسمعني، روح لكوري خليه
شيت. ايه ده غاضب يا خبر. انا ممكن انا من هنا شويه. ناخذ البنزين.
سيادة النقيب، أنا لقيت الراجل بتاعك أندرسون، وأنت كان عندك حق، هو لسه مع شعار المسلحين. مات؟ خلينا نقول إنه كان بيتخانق مع قطيع من الذئاب قبل ما وصله. نهاية مناسبة لقاتل وحرامي. آه يا فندم. شكرا يا عريف، انصراف. حلو. صارف ماشي، يلا بينا.